Zerdma's concrete mix. What? خرسانة ويش ويش فهمني أنا جاي خرسانة. السلام عليكم شباب، ورجعت لكم بحلقة جديدة، واليوم عندنا طبعا نقدر نقول عنها إنها The Man From The Window، بس هو كل مرة ينزل لعبة يحط لها عنوان. عنوان هذه اللعبة اسمها The Warning Watch، الساعة التحذيرية، ما أدري. المهم شباب، قبل لا نبدأ طبعا حاب أشكركم من كل قلبي على دعمكم في المقطع اللي طاف اللي نزلناه مع كينج محمد. اللي ما شاهد المقاطع هذه راح عليك نص عمرك. The Man From The Window، وش عنده اليوم؟ طبعا شباب ما نوصيكم لايك اشتراك تعليق ونشر المقطع للأصحاب. مشكلة هذه اللعبة شباب ان احنا لازم نقرأ، اوكي؟ Dear Employee Name، شباب أنا شكلي في شركة وشكل الأونلاين مقطوع في الشركة، ويقول هذا الشخص اللي راسل الرسالة إنه لا تسوي ولا حاجة وراح يصير في ريستورد بشكل أوتوماتيكي للأونلاين ويتصلح، بس في شيء أنا شكلي لازم أسويه. What the... Well who I... وش هالاسم هذا؟ هذه واحدة اسمها ديبورا تقول Well who I... حسناً يا فوي. أوه اليوم الجمعة. You better get back there because we are gonna... What? What do you mean? Whoa! Snake! Same! This is an outrage! حل سنيك هذا قاعد يخاطبني. قل لي صار لك سبوع. ملخص اللعبة شباب المكتوب يقولوا إن بعد تلقي رسالة بريدية غير متوقعة من صاحب العمل، تجد بطلتنا نفسها تكد بكد خلال ليل عمل متأخر. أوه أنا بنت. تظهر المضاعفات عندما يصدر صوت تنبيه غريب من تليفونها. What؟ بيتصل بعد شوي شخص شكله. يعني نقدر نقول شباب إن البنت هذه هي مرة مجتهدة في عملها، بس صاحب الشركة رسل رسالة غير متوقعة إليها بخصوص الإنترنت. فنكمل الآن. And look they didn't even take the time to probably write your name out. It just says employee name. Oh, أساءوا إليها. يعني حتى مدير الشركة ما يعرف اسمها. كاتب اسمها، كاتب الرسالة employee name. هذه إهانة. I will not stand for this. أنا ما راح أتحمل هذا الشيء. طبعا الثعبانة الحين قاعدة تكلمني. أتوقع هذه وياي موظفة. I don't know. Calm down, Sammy. اهدئي يا الثعبانة. I'm fine. It's fine. الأمور بخير. It's just have to input a few little orders and then we will done okay. طبعا هي الآن عندها مهمة لازم تسويها. مهمة بسيطة. بعد ما تسويها خلاص تمشي على البيت. رسالة نهاية الدوام. Look. Okay. Oh my god. في شيء نحتاج نمليه يا شباب. وبعدين نرسله. Display our inventory. الله ما نفهم. نحتاج نرتب الطلب بطريقة معينة، ولازم يكون في تساوي بين العبارة اللي فوق مع العبارة اللي تحت. لازم يكون في matching. Matching what؟ لكن أتوقع إحنا في شركة خشب شباب، تسوي بيبان يمكن. شركة مقاولات شباب أتوقع. وود ودور وفاير وود والكتريك. لا شركة مقاولات يا شباب. نيل جن، مسدس مسامير. هنا الطلب شباب، من خلال الطلب في أشياء نحطها هني. لازم نترجم كل شيء الآن شباب. اللعبة هذه والله العظيم شباب إنها تعب، لازم أترجم كل شيء. فحطوا لايك على شغلي في الترجمة الآن. ما أدري شباب من هو الوحش اللي راح يطلع اليوم، بس خلونا نشوف الطلب هذا وش يقصده منه. Zerdma's concrete mix. خرسانة ويش ويش فهمني أنا جاي خرسانة. يبغوا أدوات حق صناعة خرسانة. أنا موظف مقاولات، عشان تطلبوا مني هذه الشغلات والله اللي أشوز. تخيلوا يطلع صح، بنرسل لهم هذه الأدوات ولا فيها خلهم بيسووا الخرسانة وبس. wrong reported. أكيد wrong. okay I may be more. تقول اوكي انا شكلي تعبانة اكثر من ما توقعت. هذا طبعا شباب قاعد يتحلطم واجد. تقول بحاول قدر الامكان، يعني اني مرة مجتهدة الموظفة شباب، الا تبغى تسوي عملها تشتغل من ضمير. تقول ان شاء الله بعد ما نسوي هذا الطلب راح نريح، ما ترتاح الا اذا سوت شغلها.
If you say so, زي ما تريد يعني. يقول لها أوه تغير yard back three what لحظة يمكن موجود هنا أتوقع يمكن موجود هنا أوه أدوها صح 1 2 3 until cart 1 send أيوة أيوة كده سهل سهلوا علينا وأخيرا wood blanks أوه wood blanks هذه أتوقع أنا شايف wood إيه هذه بطانية خشبية ما أدري والله yes let's go Alan Warrench اوكي هذا يبغى واحد سنت الكتريك الكتريك هنا تيب اي تيب تيب حق تيب حق الكتريك يعني يس كومبليت الحمد لله سوينا الطلبات سي سامي قول لها شفتي هذه اول مهمه سويناها سوينا الطلبات الشركه اللي يبغوها اوكي امرجنسي الارت سيستم مكتوب نداء عاجل السلطات الغامضة الوطنية أصدرت تحذير فوري بالتهديد لجميع المقاطعات المتضررة What? أتوقع شباب الأدوات اللي أنا بعتها فيها مشكلة معينة وأتوقع تسببت بحادث مميت يمكن لأحد الموظفين في العمل بسبب الأدوات اللي بعناها أنا أتوقع كذا الأدوات شاينة وصار انفجار في الشركة احنا شركة شباب نتعامل مع شركات اذا ما تدروا في تحذير غريب ما انا فاهم another alert تحذير ثاني that's the second one this week هذا التحذير الثاني في هالاسبوع how do we plan to process كيف تبغونا نشتغل عصبت سامي في اعمال اكثر الان عشان نروح ننام لا اليوم ما في نوم through again لازم نشتغل مرة ثانية Oh no, if you are unable to lay down, will your face upside follow this? إذا ما كنت تقدر تقعد ما نعرف إيش قابل وجهك. يقولوا الحين شباب لازم بسرعة تتصرف وتسكر جميع النوافذ. شكله في وحش شباب قاعد يدور في المدينة. Are you already sure that can handle this? Yeah, easy. There is the window in here. Window in here. The one is the guest. What كم دريشة؟ دريشة 1 2 3 هذه الدريشة الثالثة. دريشة في المطبخ. ودريشة في المدخل. Oh my god. ودريشة في الليفينج روم. Oh no. Stay alert. خليك صاحي. Do not let it in. لا تخليه يدخل. من هو ده لا تخليه يدخل؟ لا يا شيخ الحين تبغوني أسوي الطلبات. وتبغوني أسكر الدرايش. مو صاحين دول يبغوا هامر يبغوا 3 مطرقات ويبغوا دريل دريل سريع لحظة وين الدريل أدوها سنت بسرعة ول لا كيف أطلع إيه طلع طلع أترك عنك الطلبات يوسف سكر الدرايش أول حاجة يا حبيبي بليز أبوي سكر يا كابتن أنا خايف شباب وات هذه غرفتي اوف ماي جاد اختلعت انا فكرت الوحش حجم مش كم جيجا تين والله تخلعني لازم اسكر الدرايش في اسرع وقت ممكن ليش ما تتسكر الدرايش لا والجل وحش اوكي جل ليفينج روم جل ليفينج روم وقام يطل من الدريشه الحمد لله انا ما كنت في الليفينج روم بس ان شاء الله ما يدور في الدرايش كلها What? And since in already knew that Oh my god يقول مجرد انه شاف الدريشة مفتوحة فتحها فتح الدريشة هو الحين شباب Time and time again the humans What? But tonight its locks will finally change for the better Oh my god دخل يا شباب وش تبغوني اسوي بالضبط شباب ما قدرت لا انتوا تعرفوا هذه اللعبة يكون اليها 3 أو 4 نهايات اليوم خلصنا النهاية الاولى هذه تعتبر نهاية سيئة ما قدرت اسكر الدرايش شباب يوم طلعت بس اتوقع لازم اسوي الاوردرات اول وبعدين اسكر الدرايش انا سويت اوردر 1 وبعدين طلعوا لي باقي 10 اوردرات واجد على ما اخلصها كل هوجة بس اتوقع
كان في طريقة معينة أسكر الدراج، ودي أحاول مرة ثانية بس نخليها في مقطع آخر. اكتبوا لي تحت التعليقات متى ودكم نسوي نهاية سرية أو نهاية جيدة. اللعبة توها جديدة الصراحة شباب، اللي حاب يجرب اللعبة طبعا راح أحطها لكم تحت في الوصف. وأهم حاجة الآن تأكد أنكم فعل جرس التنبيهات وتدعس لايك في هذا المقطع، ونشوفكم في حلقة ونهاية أخرى مع The Man From The Window. مع السلامة.